أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في هذا البرنامج الأسبوعي الذي أتولى الإجابة فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاستفسار عن أسئلة شرعية الاتصال بنا على الأرقام 021-33-47-401 أو الرقم 021-33-47-402 أو الرقم 021-33-47-403. ويمكنكم أيضا أن تتواصلوا معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا أن تتابعونا على صفحتنا على البث المباشر على الفيسبوك. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأخ محمد مصطفى: هل يجوز الجمع بين الشفع والوتر في تسليمة واحدة؟ هذا من حيث الصحة يصح، ولكن الأفضل أن تجعل منفصلة كما هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ركعتين ثم يتشهد ويسلم ثم بعد ذلك يصلي الوتر. لكن لو جمعهم ولم يسلم، صلى ركعتين وتشهد ثم قام للثالثة مباشرة وأتى بالوتر وسلم، فالصلاة صحيحة، صلاة الشفع والوتر أو صلاة الركعتين اللتين بعد صلاة العشاء والوتر صحيحتان ولا يطالب بالإعادة. الأخ محمد تقريبا الاسم غير واضح قال: كم هو آخر تحديث لنصاب زكاة المال؟ حقيقة لا أعلم، لي فترة أنظر في النصاب لأنه يتغير دائما، خاصة في حالتنا الآن الأسعار أو أسعار الدولار تتغير بسرعة، فيكون يؤثر هذا التغير يؤثر في النصاب. لكن في قناة التناصح دائما تقريبا في الشريط موجود، وعندنا صفحة مهمة للي ما عنداش القناة، صفحة مهمة يعني وأصحابها ثقات بإذن الله تعالى، اسمها صندوق الزكاة، صندوق الزكاة الليبي، الصفحة البديلة. عندهم تقريبا كل أسبوع أو كل 10 أيام يحدثون النصاب، حيث ينظروا إلى أسعار الذهب ارتفعت أو انخفضت، ثم يقيسون ويأتون بالنصاب كل فترة تقريبا كل أسبوع أو كل 10 أيام أو كل أسبوعين على حسب. الأخ محمد من طرابلس، أهلا بك يا شيخ. الله يبارك فيك. بالله عندي أسئلة يا شيخ، وبديك تسلمني بصدق وبأمانة بالإسلام، بالإسلام الحقيقي بإذن الله. بإذن الله، تفضل الأخ محمد. طبعا اللي صاير كله في ليبيا هذا طبعا الخروج على ولي الأمر، الخروج على ولي الأمر ليه 5 أسباب ما صار في ليبيا، ولا سبب من الأسباب الخمسة. هذا أول سؤال. هذا أول سؤال. طبعا اللي تمشي ناس طبعا مغنية في البداية يوم 15 يوم 16 لها معتقد مسيحة، ثم طلعوا الخروج يوم 17 15 ضد المتظاهرين. تحكي على الأول يعني؟ إيه طلعوا خوارج ضربوا المتظاهرين من الخلف. خوارج؟ إيه من الخلف ضربوا المتظاهرين من الخلف يوم 17 فبراير. باه؟ فهمت؟ في بنغازي. باه؟ وهذا اللي صاير تو في ليبيا كله ابتلاء من خروج على ولي الامر، لان في 5 اسباب للخروج على ولي الامر. وعمر القداسي مسلم ابا عن جد ومات شهيد بعون الله حسب الدين والاسلام. باه، انت تسال الان هل الخروج جائز او غير جائز؟ هذا سؤالك يعني؟ الخروج غير زائد في ليبيا، اللي خرج عليه ولي عمر القداسي برصاص اللي نحكي بسلاح هو من الخروج. باي تمام. باي انت الان اجبت يعني اخ محمد. ايه
انت اجبت يعني قلت هذا الخروج حرام، انت اجبت؟ ايه الخروج بالسلاح، الخروج بالسلاح. باه باه. ايه عندك ايه فهو من الخوارج، في ناس متظاهره مدنيه وعندهم مطالب وبصدق. باه. عندك سؤال ثاني اخ محمد؟ باه تتوع نفس السؤال الثاني. ايه تفضل. من استعان بالكافر لضرب اخوه المسلم حاول في الاسلام. من استعان بالكافر على ضرب اخيه المسلم. ايه ايه باه. نبي الاجابه بالله وبصدق وبالاسلام. باه ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله. شكرا بارك الله فيك. الله يبارك الجميع، الله يبارك الجميع. الاخ محمد الان يسال هل هو جايز ولا مش جايز؟ الامر الان انتهى والخوض فيه يعني تكرار للمكرر وزيادة كلام يعني لن نصل منها إلى فائدة. أنت الآن أنت قلت خوارج وطلعوا كذا، وهذا أنت الآن حقيقة لا تنتظر مني إجابة وإنما تجيب على فكرتك. عندي تعقيب بسيط بس، كلمة مسلم أبا عن جد، الإسلام لا يقاس لا بالأبوبة بالأبوة ولا بالجدودة. شخص مسلم بذاته بغض النظر على ابوه كان مسلم ولا لا، فاذا كان اباه كافرا واسلم ما عادش ندور ابوه جده احنا، واذا كان هو مسلما في البدايه وابوه وامه مسلمين ثم كفر والعياذ بالله، نحكي قاعده عامه مش على القذافي ولا غيره، فما نقولوش والله لان اباه وامه مسلمان معناه هو مسلم، لا ما لناش علاقة بهذا الأمر، يحكم على إسلام الشخص أو كفره بفعله هو وليس بفعل غيره. الاستعانة بالكافر على ضرب المسلم في الحقيقة هذه بغض النظر عن الحالة، أنا الآن لا أتكلم على 17 فبراير ولا أتكلم عن الآن، نتكلم بصفة عامة في الإسلام أنه لا يجوز الاستعانة بالكافر لضرب المسلم، هذا هو الحكم الأساس. إذا كان فيه أشياء خارجة عن هذا الأساس لظرف معين بعد ذلك، قد النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأذرع صفوان بن أمية واستعان ببعض الأمور من الكفار، ما نقولش استعان بالكفار لكن استعان ببعض الأمور من الكفار، فالأصل ألا يجوز الاستعانة بالكافر لضرب المسلم، وعدها البعض من نواقض الإسلام العشرة، لكن في بعض الظروف الخاصة هذه كمسألة ظروف خاصة يقدرها أهل العلم وينظرها أهل العلم، الآن ليست لنا ظروف خاصة، انتهى الأمر وتكلم فيه من تكلم وأجازه من أجاز ومنعه من منع، لكن الأصل ألا يستعان بالكافر على ضرب المسلم، وخاصة إذا كان هذا الأمر باش تولي انت رئيس البلاد ولا باش تسيطر على البلاد ولا كذا، بعد ذلك هذا لا شك فيه، يعني ما عندناش واحد يقولوا له والله عادي انت باش تتغلب على الناس استعين بالكفار واقتل المسلمين باش تتغلب عليهم، هذا لا يقول به احد. اما الظروف الخاصه هذه فتترك للحالات الخاصه، ومساله القذافي وكذا لا فائده من العود فيها لان تكلموا فيها هلبه والفائده يعني غير مرجوة حقيقة في الإجابة عن هذا السؤال، وخاصة أنك أنت تؤكد ولا تنتظر مني إجابة. الأخت أم معاذ من مصراتة. أيوة السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك. أيوة ناصر على الصلاة وأنا مقامز يا شيخ يعني عادي وعلى الوطاء يعني مش على الكرسي كراعي يعني. الصلاة على الأرض. ايوه وزورة المقابر يعني النساء. زور يعني المقابر. زيارة المقابر. ايوه النساء. باي تسمع الاجابة باذن الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ سليم من مصراتة. أخ سليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ عبد المحسن جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. عندي انا 10 او 5 لو سمحت يا شيخ. تفضل يا اخ سليم. بارك الله، نبدا بالسؤال الاول. ما هو افضل دعاء يقال عند نهايه السنه الهجريه وبدايه السنه الهجريه الجديده؟ افضل دعاء
عند نهاية السنة. تمام. السؤال الثاني، ما الفرق بين النفس والروح؟ الفرق بين النفس والروح. والروح. السؤال الثالث، رجل ينتقد الناس وينسى عيوبه، ما حكم شرع الله فيه؟ رجل ينتقد الناس وينسى عيوبه، ما حكم شرع الله فيه؟ ما سمعتش والله. ينتقد الناس، رجل ينتقد الناس ايه وينسى عيوبه ويذكر عيوبها وينسى العيوب ساعتها. معلش أخ سليم، ينتقد الناس وخيره؟ ينسى العيوب ساعة. ينسى عيوبه. تمام. أيوه. السؤال الرابع، كيف يعرف الإنسان المسلم أن الله قريب منه وليس بعيد عنه؟ كيف يعرف أن الله قريب منه؟ كيف يعرف الإنسان المسلم أن الله قريب منه وليس بعيد عنه؟ باي بإذن الله تسمع الإجابة. عندك سؤال ثاني؟ وخامس يا شيخ عبد المحسن بارك الله فيك. تفضل. رجل مسلم لطم جاره المسلم على خده مما سبب له الاذى، هل يرد له ام يوقع عليه رد ام ماذا يفعل؟ والله ما سمعتك شيخ سليم، شنو قلت؟ رجل مسلم ضرب جاره المسلم على خده. ضربه على خده. مما سبب له الاذى. سبب له الاذى. به. هل يرد له ام يقر الله عليه ام ماذا يفعل؟ تسمع الاجابه. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ سيد. ايوه عم شيخ. ايوه تفضل اخ سيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يجعل من امثالكم بالكسر ان شاء الله باذن الله في الجماهيريه في الدوله العظيمه ليبيا. عرفت؟ باه يا رب. انا سيدي عندي مشكله، كنت عايز بقالي مده بتصل بك والله والاتصال ما جاش، والحمد لله ربنا كرمنا وجاب الاتصال الحمد لله. ما تفضل. عندي الزوجه بتاعتي انا ست الشيخ. غابت عني 3 شهور. غابت بدون اذني. غابت 8 شهور. 3 شهور. 3. 3 باه. 3 وبعدين رجعت تاني وقعدت 4 شهور ما جتش. عرفت شتاك؟ هي غابت عنك 3 شهور. 3 شهور وبعدين جابوها البيت. ايه. جابوها رجعوها لبيتك انت. رجعوها للبيت بتاعي تاني وبعدين ولدت تاني 4 شهور كمان، بقى 7 شهور المجموعة. باه تمام. خلاص طبعا انا عندي 4 اولاد. بنات 3 وولد منها. باه. هي الزوجة اللي بيا طبعا هي. باه. ايوه. المهم يا سيدي شلطت اخوالها يعتدوا عليا بالضرب والخن حتى وصلت القاك يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. باه. ايوه. وطبعا حضرتك بعد كلمت الناس عملوا صلح وبتاع، قلت لهم لكن لو هنعمل صلح ولا حاجة انا مسامحها هي، لكن اخوالها بيني وبينهم قضية بنعملها. باه. قالوا لي خلاص هذا حقك هذا. أنا لما جيت البيت قلت لها يا بنتي يا بنت الناس أنا كلمتك في حاجة، قالت لي أنا غلطانة وأنا السبب وسامحني، قعدت تبوس في إيدي ورجلي وقعدت تبكي. باه. فأنا قلت لها سوا أنا حقك خلاص، أنت أنا مسامحة كبير، لكن هم بناخد حق منهم. قالت لي هذا حقك ما حدش يزعل منك. باه. خلاص يا سيدي مشيت واخدت بعضيها وغابت تاني برضه. سوا دلوقتي بقى 2 سنين هي. عرفت؟ 2 سنين غايبة. 2 سنين غايبة عني، ما انا حاولت سبتك عشان عايز افهم الشارع بيقول ايه. المهم رفعت محكمة الطلاق هي. رفعت امرها للقضاء. بالظبط كده. قالت طبعا خوالها لو مؤاخذة عندهم بعد سوابع، لو مؤاخذة في حاجات داخلين في زنا وسيخة وسرقة، وواحد بيتجوز لو مؤاخذة ويطلع كل 2 3 اسبوع ويتجوز واحدة عشان فلوسها، وخلوهم يبروا وما لهمش حاجة، يعني نصب يعني كلهم، على كلنا نصابة يعني. باه. مع احترامي ليك انا راجل بتكلم من قلبي يعني الصراحه يعني. باهي باهي، ان لصاحب الحق مقالا. باه. المهم يا سيدي خلاص مشيت، قالوا لها بدل هو بيعمل فينا قضيه جنائيه في النيابه، وفعلا وديتها النيابه والنيابه حققت معاهم وحولت القضيه بتاعتهم الى سابها. باه. لمحكمه سابها. المهم هم اتغاظوا، قالوا لها زي ما هو عمل هيك ارفع قضيه طلاق عليه. رفعت قضيه طلاق عليا. يا وفضلنا ماشيين في القضيه، قعدت تكذب تقول ده ما بيصرفش ما بياكلش ولا
مش عارف اقعد بمصر. انا سياده الشيخ لمؤاخذة محترمي ليه يا اخ، انا اخ سيد اخ سيد معلش لان وقت البرنامج ضيق، سؤالك بالضبط باش نجاوبك باذن الله، تسمع الاجابه باذن الله ان شاء الله. انا سؤالي بالضبط يعني اهل الشرع يعني نعرف اهل الشرع بيقول هو الست اللي تغيب عن جوزها بدون اذنه وبدون امره وبدون يعني ولا طاعه الله ولا طاعه الرسول ولا طاعه الشرع ولا طاعه جوزها. تسمع الاجابه باذن الله اخ سيد باذن الله ان شاء الله. لكن عندي بس حاجه بسيطه معلش محترمي ليك. اتفضل يا اخ سيد. انا القضيه اللي رفعتها بتاعت الطلاق هذه انا كسبتها انا. يعني المحكمه لم تحكم لها بالطلاق. لا حكمت سكوت الدعوه بالبطلان. طيب كويس. راح ترفع قضيه ثانيه توا بنفس الطلاق نفس الكلام هو برضه عرفت انت. وتوا دلوقتي سيادتك انا اتضريت يعني مصاريف بنصرف وعندي الحوشه اللي دافع فيه فلوس معاها وقالوا مالكش حاجه وطلعوني بره الحوشه رموني بالكذب يعني عرفت. وقالوا المحاميه قالت القاضي قال طلعوا السيد بالقوه من الحوش وطلع القاضي ما قالش الكلام هذا قال الراجل ده حوشه ثاني. فانا سيادتك انا دلوقتي بقالي سنتين بره مرمي بصرف من جيبي بناكل بنشرب بدي عليه مصاريف ابني بيجي ياخد لسه تو دلوقتي حضرتك ابني واخد مصاريف للاولاد يعني. فانا ارجو من حضرتك يعني عايز اشوف الشارع بيقول ايه في الست هذه دول سبع شهور وبعد كده كمل السنتين لحد تو هذا. لا تسمع الاجابه باذن الله. ربنا تسمع الإجابة أخ سيد. أخت إسراء من مسلاتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله فيكم إن شاء الله. بس عندي سؤال يا شيخ على سؤال على صيام عاشوراء. أين أفضل صيامها يوم 10 بس ولا يوم 9 ولا يوم 10 و11؟ بإذن الله. عندك سؤال ثاني؟ لا بارك الله. لا تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. تسمع الإجابة بإذن الله. تسمع الإجابة. الأخ صالح من مصراتة. أخ صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يكلم الغريب يقول زينك ولا يوتي روحك. باه إن شاء الله باه. اللي بعده اللي نجاوب على الأسئلة. أم عاد تسأل عن الصلاة على الأرض، يجوز لمن لا يستطيع القيام أن يصلي على الأرض، يصلي جالسا فإن لم يستطع جالسا فعلى جنب، لكن هذا إذا كان ليس بالضرورة أن تكون على الكرسي، يمكنها أن تجلس أسفل. لكن لو كانت مثلا تستطيع القيام لو كانت على الكرسي ولا تستطيع القيام لو كانت على الأرض والكرسي في جنبها، يجب عليه هنا أن تتخذ كرسيا، حيث في كثير من الناس يقدر يسند على يدين الكرسي ويقوم للقراءة الفاتحة وغيرها أو الفاتحة فقط، ثم بعد ذلك يجلس ويومئ للركوع والسجود من على الكرسي. هذا أفضل من أن يبقى الشخص على الأرض وإذا بقي على الأرض لا يستطيع القيام نتيجة الظروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ونحن قد أمرنا بالقيام في الصلاة، فإذا كان وجود الكرسي معينا على القيام والكرسي موجود ينبغي أن نتخذ الكرسي. فإذا كان لا تستطيع القيام لا على كرسي ولا على الأرض هي بالخيار تصلي على الأرض أو تصلي على الكرسي، والظاهر أن الصلاة على الأرض أفضل لأن هذا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة صلوا على الأرض. الأخ بالحاج من ولداء من ودان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل الشيخ عن هل هناك من علاقة بين اسم النبي الكريم لوط واسم قومه آل لوط؟ تقصد عمل قومه؟ لا يعني هل هناك علاقه بين الاسم وبين توصيف قومه؟ ما هو يقولوا قوم لوط، هل هناك علاقه بين اسم لوط وما يفعله قوم لوط؟ باذن الله تسمع الاجابه. بارك الله فيك. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الاخت الاخ عمر من طرابلس. أخ عمر.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة يا شيخ. الله يبارك فيك. أسأل الله العظيم أن يكشف مكرهم ويدمر. أخ عمر. أخ عمر. يبدو أن الاتصال قد انقطع. أم معاد تسأل عن زيارة المقابر بالنسبة للنساء، يجوز لهن زيارة المقابر ببقية الشروط الشرعية، زيها لما بتمشي للسوق، وزيها لما بتمشي للمدرسة، وزيها لما بتطلع في الشارع، إذا كان ما فيش اختلاط، وإذا كان ما فيش سفور، والقصد منها هو الدعاء للميت وكذا، فلا بأس بذلك. الحديث لعن الله زوارات القبور وكذا على من يخالفنا هذه الصفة. أما الأمر بزيارة المقابر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا كانت هذه المرأة تذهب محتشمة ولا تخالط أحدا وغير صافرة، وزيارة المقبرة تذكرها بالآخرة، فلا بأس بذلك إذا لم تحدث أي فتنة من أي نوع من الأنواع، وخاصة أن أم معاذ الظاهر أنها مرأة كبيرة لأنها تسأل عن الصلاة على الأرض، فلا بأس بزيارتها بالشروط التي قلناها. الأخ سليم من مصراتة قال: ما هو أفضل دعاء عند نهاية السنة الهجرية وبداية سنة جديدة؟ لا أعلم دعاء خاصا في نهاية السنة، تدعو بما شئت. قد يكون في دعاء ولم أعلمه، لكن حسب علمي أنه ليس فيها دعاء معين، ويجوز لك أن تدعو بما شئت. الأخ يونس من مصراتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا بك شيخنا الفاضل، وحياك الله وجزاك عنا كل خير، ثم يخنا الفضلاء إن شاء الله، إن شاء الله بإتخاف الحق ودحر الظالمين إن شاء الله. يا رب. بارك الله فيك. والله السؤال يا شيخ نبيك توضح الناس اللي يقول زي بعضهم صوصوات، تحط الجميع اللي في الساحه بغض النظر على كذا زي بعضهم يعني. ونبيك تقول هل المبرر هذا اللي يقول فيه الناس نصيحه من وجه الله يعني. يعني حط الناس في سله واحده ولا حول ولا قوه الا بالله. باهت تسمع باذن الله. بارك الله خير. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الاخ سليم من مصراته يسال: ما الفرق بين النفس والروح؟ لا أدري من أي جهة، لكن بكم بينهم فروق دقيقة لا أعلمها، لكن الظاهر خرجت نفسه أو خرجت روحه هما بنفس المعنى. لكن الروح، إذا كان الروح المقصود في القرآن، فهذا الروح المقصود به هو جبريل وليس الروح العادية. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هنا المقصود جبريل وليس المقصود الروح. الله أعلم بين الفروق بين النفس والروح، ربما هناك فروق، لكن لا أعلم فروقا في هذا المعنى. زي ما قلنا عندنا الجسد وما يقابله، يقابله النفس أو يقابله الروح، فنقول خرجت نفسه وبقيت جسده، أو خرجت روحه وبقيت نفسه، وهي اللي قوام الحياة يكون بها. قوام الحياة ليس بالجسد فقط، وإنما بالنفس أو بالروح يكون قوام الحياة، بحيث إذا نزعت هذا الأمر من أي جسم يكون جثة هامدة ولا يتحرك ولا يعقل ولا يفعل أي شيء. قال: من حكم من ينتقد الناس بعيوبهم وينسى عيوبه؟ هذا على خطر عظيم. الإنسان بالعكس، الإنسان مطالب بأن يعلم عيوبه هو ليصححها، وليس مطالبا بأن يذكر عيوب الناس ويفضحهم. بالعكس، أنت أحيانا قد يصل بك الأمر إلى الحد، إذا ذكرت عيوب الناس مثلا بالزنا ولم تأتي بشاهد قد تحد في الشرع. وبالتالي أنت الإنسان مطالب بأن يذكر عيوبه هو ليجعل لها حلا. أما أنك تدور عيوب الناس وشاقي بها، وعندنا المثل هذا أو الشعر الشعبي يدل على شناعة هذا الأمر، قال: يعابي بعيوب الناس هم غير من عابي بيه، هم مدير له خماس وهم الناس يزازي بيه. يعني انت الاخر سب ولا غير اخلاقه غير جيده ولا زنا ولا كذا، انت ماذا ستقدم له وماذا سيقدم لك؟
لو تحاسب وخش للنار، انت لا علاقة لك به، انت علاقتك به في هذه الحالة انك تنصحه فقط. اذا وجدته مثلا يشرب الخمر، ولا وجدته يفعل زنا، ولا قريب من الزنا، او يسب الناس او يغتابهم، اللي بينك وبينه في الشرع ان تجي تبين له ان عمله خطأ. قول يا شخص هذه غيبة ونميمة، والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن قالوا زي هذا زي أكل لحم الميتة، وينبغي عليك أن تقلع، وهذا من كبائر الذنوب، والشخص يعذب لأنه كان نماما. هذا اللي تقول إلا أنت. إن استمع لك وأخذ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نلت الأجر وحميته هو من الإثم. فإن لم يسمع بعد ذلك ينطبق عليك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعد أن تبين له فسوقا ولا عصيانا لن يؤثر عليه. أما نقعد ننشر في فسوقه وعصيانا على الناس، قد ربما كنت سمعت من شخص فاسق فأقع في تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وني ما تبينتش وقعدت نفضح في هذا المسلم، يوم القيامة يفضحك عيوبك لا شك، فكلك عيوب وللناس ألسن. زي ما أنت تشبح في عيوب الناس وتتكلم عليهم، راو حتى أنت كلك عيوب، والناس كلهم عندهم لسانات زي ما أنت عندك لسانات. فالإنسان يحاول ألا يفضح الناس ليستره الله يوم القيامة. أما إذا فضحت الناس في الدنيا فانتظر الفضيحة في الدنيا وفي يوم القيامة أيضا. فهذا أمر ينبغي الابتعاد عليه، وليس من الدين في شيء، بل هو كل فيه أتام وربما بهتان، وأقل حالاته غيبة. الأخ سليمان من الجنوب. أخ سليمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ. أهلا وسهلا. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. عندي مجموعة أسئلة يا شيخ بعد الله. تفضل. السؤال الأول: ما معنى المكرو، ما معنى، استغفر الله العظيم، ما معنى الأمن من مكر الله؟ الأمن ما معنى من مكر الله؟ الأمن من مكر الله. به. السؤال الثاني: هل هناك بدعة حسنة؟ بدعة حسنة. بدعة حسنة. الثاني: هل يجوز لي أن ألعن من تطاول على شيوخنا ورموزنا؟ هل يجوز أن تلعنه؟ إيه، من تطاول على شيوخنا وعلى رموزنا اللي عصمنا وعلى الدين وعلى هل يجوز لذلك؟ باي، تسمع الإجابة بإذن الله. عندك سؤال؟ أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بإذن الله تعالى. ترقى به تحيا عالما حرا فخور بالعلم فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، أطلب العلم فهو درب به نور. نور الهداية سار صدري، هو مبتدا أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاها مشيت، يا نفحة القرآن فوحي عطرا على بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما ارتوي. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم وخي فهو درب العلم وخي فهو درب. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل الأخ سليم من مصراتة، قال: كيف يعرف الشخص أن الله قريب منه؟ يعرفها من القرآن، هكذا الباري عز وجل قال:
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مش عارف شنو يقصد، ربما عنده فكرة تانية يريد أن يصل إليها، لكن الباري قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كنت مثلا تسأل كيف نعرف أن الله قريب مني لأصلي مثلا أو أفعل العبادات، فهو قريب منك على كل حال، وقريب منك في الدعاء إذا أردت أن تدعوه. هذا بنص القرآن في الآيتين اللتين ذكرتهما. يسأل عن رجل ضرب مسلما على خده وسبب له أذى، هل يرده له أم يدعو عليه أم ماذا؟ الأصل أنه يقتص منه، إذا كان فيه قضاء يرفع أمر للقضاء حتى وإن كانت لطمة، فيجبره القاضي على يجبر الشخص الآخر الضارب على أن يعطي خده للمضروب ليقتص منه. لكن إذا سببت شيئا معينا هذه بعد ذلك تحتاج إلى أمر معين، كان إعمال عينه مثلا، ولا ضعف لعينه، ولا غير لحنكة، ولا كذا، هذه أمور قد يكون فيها القصاص، زي لما يعمل عينه مثلا يقتص من الآخر بأخذ عينه، وقد لا يكون فيها القصاص إذا لم نستطع أن نوفي بنفس الأذى، لأن الباري عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا كان شخص مثلا ضرب آخر على وجهه، لطمه على وجهه وضعف لعينه، بس مثلا الضربة جت بشكل معين ضعف لعينه، لم يذهب بصرها ولم يجعلها سليمة، هذا ممكن صعب أن نضربه نفس الضربة لنسبب نفس الأذى، فهذه ممكن يقدرها القاضي بعدين يحكم عليه بتلت الدية أو كذا، لكن الأصل فيها القصاص. إذا لم يستطع أن يقتص منه بعد ذلك يوكل الأمر للباري عز وجل. إذا رفع أمر القضاء وقالوا له روح، ولا ما فيش قضاء باش يرفع أمره، ولا ما قدرش يطق فيه، يوكل أمره له، ويوم القيامة يأخذ من حسنات الضارب أو يضع عليه سيئاته، المضروب يضع على الضارب سيئاته، لكن الأصل أن فيها القصاص. الأخ سيد ذكر أمرا كثيرا، خلاصته أن غياب الزوجة قسرا عن زوجها وبدون إذنه هذا يعد نشوزا، والنشوز هذا له طريقة في العلاج. الآن طريقة الهجر في المضاجع، البداية النصح أولا ثم الهجر في المضاجع، هذه لن تتأتى، لأن صنيع هجرات في المضجع فلن تتأثر بها فنتجاوزها. مسألة الضرب إذا كان يستطيع أن يضربها ضربا بسيطا ليرجعها إلى طاعته فله أن يفعل، وكان يخاف يضربها يجو يقتلوه، لأن هكذا ورد في سؤال أن ضربوه ضربا شديدا حتى خاف أن يموت، بعد ذلك يوكل أمره للقضاء، هذا الأصل. ومش عارف هو لعله سأل سؤال ثاني طالت هو قصته، له أن يرفع أمره للقضاء ليأخذ له حقه، أو يطلق إذا كان مثلا معاش يقدر يطلق. أما إذا كان أخذ منه بيته فهذا أمر أنصحه بالذهاب للقضاء، لأن هذا الحل الوحيد عندك أنت. الحمد لله كما ورد في سؤالك رفعت عليك قضية للطلاق بالضرر والقاضي لم يحكم لها لأنه رأى أنه لا ضرر، وهذا من نصيبك، تقدر أنت تدير قضية مضادة لها وتطلبها إلى بيت الطاعة كما يقال، الناشز تحضرها أو يحضرها القضاء جبرا عنها لبيت الطاعة. الأخت إسراء من مسلاتة تسأل عن صيام عاشوراء، قالوا له 4 مراتب صيام عاشوراء، أفضل مرتبة صيام 9 والـ10 والـ11، هذه أفضل المراتب. المرتبة الثانية بعدها في الفضل صيام 9 والـ10، المرتبة اللي بعدها في الفضل صيام 10 والـ11، هذان الأمران لمخالفة اليهود، لأن اليهود كانوا يصومون 10 فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. فمخالفة اليهود كما تتأتى بصيام 9 والـ10 وهذا الثاني في الأفضلية، تتأتى بصيام 10 والـ11. آخر مرتبة اللي هي
صيام العاشر منفردا، فاللي يبي الأجر كاملا بإذن الله يزيد في مخالفة اليهود. بعضهم لا يرتضي هذا القول التاسع والعاشر والحادي عشر، قال المخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال نبي نصيم التاسع، ما قالش التاسع والعاشر، فمنين جبتوه؟ لكن المقصود لماذا الصيام هذا؟ لمخالفة اليهود. فلما نصيم يوم قبله ويوم بعده زدت مخالفة لليهود، فمطلوب أكثر. بعضهم يقول لا، إما التاسع والعاشر، وإما العاشر والحادي عشر، وإما آخر المراتب هي صوم العاشر فقط. وورد في الحديث أنه يكفر ذنوب السنة الماضية. الأخ بالحاج من مش عارف لا أدري من أين، من ودان، قال هل هناك علاقة بين اسم النبي لوط وبين عمل قومه؟ ليس هناك علاقة حقيقية يعني بين الاسم وبين عمل القوم، لكن اشتهرت اللواط، وهكذا في اللغة اللواط هو اتيان الرجل الرجل، شخص رجل يجامع أو يفعل فعل الإيلاج، هذا معش نقول يجامع الإيلاج برجل آخر، هذا هو اللواط. الآن نقوله قوم عمل لوط باعتبار الآن هم عملوا أعمال كثيرة، وتأتون في ناديكم المنكر، أعمال كثيرة، لكن لشدة اشتهار هؤلاء القوم بهذا الفعل دون غيرهم، هو هذه الكبيرة موجودة في كل المجتمعات، لكن لأن هم جعلوها هي الأساس، بحيث أن جعلوا اللواط هو الأساس وتركوا الزواج بالنساء. حتى لما سيدنا لوط قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ينبغي التنبيه هنا على مسألة، هل سيدنا لوط عندما قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يريد لهم أن يزني هؤلاء ببناته؟ طبعا هذا مستحيل، وإنما قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بمعنى اعقدوا عليهن وتزوجوهن لكي لا تفعلوا هذا الفعل الفاحش اللي هو اللواط. فليس المقصود كما هو يرد عن كثير من الناس يستشكل كيف يقول والله خلوا لي ضيف الرجال وخذوا النساء بنويتي افعلوا بهم ما تشاءوا، لا ليس هذا المقصود، وإنما المقصود هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، كيف يكونوا طاهرات لهن بأن يتزوجهن وليس مجرد الزنا العادي. فلا علاقة حقيقية بين اسم لوط عليه السلام وبين فعل قومه، إلا من خلال اشتهار قومه بفعل هذه الفاحشة الغريبة، وبالتالي كان أشعرت بالعلاقة بين اسم لوط عليه السلام وبين ما يفعله القوم. إن كان زي ما قلنا من ناحية اللغوية اللواط لا بالشخص بمعنى فعل به الفاحشة، لكن لا علاقة نقول والله سميناه لواط لأن اسم سيدنا لوط معاه، لا لا، هذا وحده وهذا الوحده. الأخ يونس قال الأخ خليف، الأخ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أبو سؤال بسيط إن شاء الله. نعم. قلت لك عندي سؤال بخصوص من حرض الفتنة بين الشرق والغرب، نصيحة لهم بالله عليك. باي تسمع الإجابة بإذن الله، أو تسمع النصيحة بإذن الله تعالى. الأخ عبد السلام من طرابلس. بالله يا حضرة الدكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من 3-4 أيام لقيت يعني شنطة من فعية فيها مبلغ من المال. لقيت شنطة؟ إيه، شنطة نتاع فلوسك صغير. إيه تمام. وحاولت نستفسر عن الجيران اللي بحداي ما لقيتش حد تخصها لوحدها، هذه تقول مش ليا. إيه. أعطيتها لولدي دارها في النت ولا شنو هذا نتاع يستفسروا على الحاجات المفقودة، ما جاوبني حد. باه كم لا اليوم صلاة الجمعة حاولت قريب لها راه حرام وممنوع انك تبلغ عليها في صلاة الجمعة وما شابه ذلك.
كيف نتصرف في هذا؟ قداش ليه الأمر هذا؟ ليه 4 أيام تو. والمبلغ كبير بدون أن تذكر المبلغ. المبلغ معقول يعني. معقول باي تسمع الإجابة بإذن الله. بارك الله فيك. تسمع الله خير إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الأخ مخلوف من طرونة. اي نعم. تفضل أخ مخلوف. والله بنسألك في أمور بنسألك على. تفضل. أنا أنا عندي سيارة. شاحنة. وطبعا الأولاد يخدموا على الأولاد. ما؟ وواحد منهم شاد لي سنتين يقول ملكها ملكها أعطاها لي واحد أعطاها ثمنها ثمنها واللي سوق عليها هذا قلنا له قال احنا تو عندنا عرض تب الخدمة وتب البني وتب الوحدة وما نبوش نقسمه وما نبوش ندير وما قالوا لا. أخ مخلوف معلش بالله أنت عندك السيارة أعطيها للأبناء يخدموا عليها. إيه يخدموا عليها. واحد منهم قالك نبي نملكها. لا مش قال نبي نملكها، واحد قال ملكوها لواحد. ملكوها لواحد شخص آخر يعني؟ لا من الأولاد. أبا؟ اللي يخدموا عليها. با؟ باي. اللي يخدم عليها هذا قال إحنا توا إحنا قاعدين هي لوحدة وقاعدين مصرف واحد. ودخل واحد وعندهم عرض تبي البني تبي الواحد خلي لين ابنه لين وانا قالوا لي لا ثمن الكهرباء ثمن الكهرباء وقبلها بعد يزيد اسبوع ولا 10 أيام قالوا لا ما صرناش ثمنتوها باش تملكوها للشخص هذا لاحد ابنائك و... ايه با هذا 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 هو كان معارض عليه على الجسم ان اخوتنا يسموه من بعض. باه. المهم يا سيدي انا قلت لها ماني خلاص طلعت فيه واعطيت كلمه فيها. انت ايه الامر؟ انت بتملك الا هبه ولا بيشريها منك شريه؟ لا شريه مسمينا ب 150,000 يا شيخ. باهي باه باه. ويدفع الثلث مقدما. باه. وبعدين كل شهر يدفع دفعه. باه كويس. ايوه. فالسؤال الان. السؤال هل يجوز لي شرعا ولا ما يجوز ليش؟ انك تبيع السياره. اني املكها لواحد من اولادي. تسمع الاجابه باذن الله تعالى. بارك الله فيك وجزاك الله خير عنا الله يبارك فيك الله يبارك فيك اخ اشرف من طرابلس اخ اشرف السلام عليكم نعم اسمع فيك سلام ورحمه الله تفضل اخ اشرف والله نزل بين سوس الدكتور معلش تفضل اخ اشرف انا والله عندي عين على عائله الو ايوه نسمع فيك اخ اشرف أهلين دكتور كيف الحال؟ الله يبارك فيك. دكتور أنا نعرف واحد مطلق زوجته مرتين. باه. في مفات. وطبعا رجعت له وبعد تالي هو حلف بالطلاق على موضوع هيك إن والله كان مثلا مشيت لمكان فلاني وإلا صار كذا راهو علي الطلاق حلف بالطلاق فهمت؟ باه. لما سألوا الدكتور عن طريق سألوا واحد عن طريق النت قال لهم لا هذه راي ما تسماش حلفها واللي حلفت عليها معنا عادي كما صار منها مثلا ولا مشي هو المكان الفلاني. فهو كان طبعا لانه هو حلف زوجته كانت طبعا معاه وما كانش يمشي المكان الفلاني فهمتني؟ لما قالوا له لا ما لا طبعا بدي هو يمشي نبي نعرف شنو الموضوع بالله. باهي تسمع الاجابه باذن الله. بارك الله فيك تسمع الإجابة الله يبارك فيك بارك الله فيك الأخ يونس يسأل أو يريد الناس اللي تقول زي بعض هذه تكلمنا فيه أكثر من مرة ولا يستوي المعتدي والمعتدى عليه لا يستوي من يدافع عن أرضه وعن عرضه وعن ماله وعن رزقه ضد المعتدي الآخر هذا لا يستويان واللي يقول غير هيك عنده خلل حقيقة وأي دعوة غير هذه الدعوة جاي بنحرر البلاد ولا جاي بندير كذا هذا كل حقيقة
كلام لذر الرماد في العيون وليس فيه أي فائدة حقيقة تجعل من المعتدي بطلا ومحررا وهو صاحب الحق. هذا كله كلام وجربناه، والآن المركز الطبي الآن في صبها اليوم أعلنوا عن إغلاقها نتيجة الخروقات الأمنية. بغير دير صبها وبعدين نتفاهموا في طرابلس. المهم هذا كلام تكلمنا فيه أكثر من مرة، ولا يستوي من يدافع عن الحق ومن يريد أن يحكم بقوة السلاح. الأخ سليمان يسأل عن معنى الأمر من مكر الله تعالى. المقصود من مكر، المقصود بالأمن من مكر الله تعالى، دائما الإنسان يكون بين الخوف والرجاء من الباري عز وجل. فلما تدير معصية تكون خائفا من آثار هذه المعصية ليردك، تردك بعد ذلك التوبة إلى الطريق السليم. ولما تكون ترجو من الله عز وجل أيضا بعد هذه المعصية أن تعود وأن يقبل توبتك. الشخص الآمن من مكر الله هو الذي يعمل المعاصي ويفعل المنكرات ويقول ربي ما يدين لي شيء، لا عادني توا لما نكبر ونولي شباني توا نتوب وتوا نصلي وتوا ندير وندير وندير. فهذا لا يأمن مكر الله عز وجل، إن في لحظة من اللحظات هو في عز طغيانه وفي عز المنكرات وفي عز الأشياء هذه يقبض الباري عز وجل لروحه، فيكون قد أضاع على نفسه نتيجة الأمن من مكر الله تعالى. فالإنسان دائما يخاف من الله عز وجل أو من اقتراف المعاصي من الله عز وجل ليكون آمنا، لأن كل ما تكون خائفا في الدنيا من الباري عز وجل ومن إتيان محارمه يؤمنك الله يوم القيامة. وإذا كنت آمنا من الله عز وجل أو من المعاصي والمحارم التي أتى أمر أن لا تؤتى يخوفك الله يوم القيامة. فهذا معنى الأمن من مكر الله، الاسترسال في المعاصي والذنوب وكذا بدون أن تجعل للباري عز وجل أنه يستطيع الباري عز وجل أن يقبض روحك في أي لحظة من اللحظات، بعد ذلك لا ينفعك الأمن الذي كنت فيه. عكس الشخص الذي يراقب الله عز وجل، هذا الأمن من هذا الخوف من مكر الله عز وجل يجعله سائرا في طريق الطاعة. يسأل هل هناك بدعة حسنة؟ بدعة حسنة بمعنى إذا كان البدعة هي الأمر المشابه للشرعية المخالف لها فما عندناش بدعة حسنة بهذا المعنى. أما إذا كانت بدعة غير شرعية وإنما في أمر من الأمور العادية هذه فقد نقول بدعة حسنة لأنها تؤدي إلى خير بالناس، مثلا إذا كان لا علاقة لهذا الأمر المخترع بالشرع، زي مثلا اتخاذ الإنترنت مثلا، هذا أمر لم يكن موجودا فنستطيع أن نقول عليه بدعة حسنة بهذا المعنى لأنها تسهل على كثير من الناس اللي ما كنتش تقدر تطق فيه تقدر تكلم الآن، واللي ما كنتش تعرف تعلمك وتقول لك على أخبار الطقس والأمور هذه، فحسنة من حيث إفادتي في أمور الحياة. أما إذا كان البدعة أمر مشابه للشرعية وفي الحقيقة ليست شرعية ومخالفة لها فلا تكون بهذا المعنى حسنة، على خلاف منهم من يرى حتى أن الأمر المبتدع الذي هو مندرج تحت أصل من أصول الدين كما ورد في الحديث، هذا شخص الذي أتى بسرتين في يمينه وشماله وسرة بلسانه، هذا شجع الصحابة على التصدق عندما فعل هذا الأمر. فهذا الأمر مخترع بمعنى أن لم يأتي شخص بسرة من هني ومن هني وفي سنونه، لكن عندما أتى بها للتصدق اللي هو تحت الأمر العام الأمر بالصدقة شجعت الناس على التصدق. قد يقول شخص إن هذه بدعة حسنة، زي شخص مثلا يدير لنا كيف نحفظ القرآن بطريقة سهلة. حفظ القرآن هذا من الأمور المستحسنة، فلو شخص دار لنا طريقة نقدر نحفظ بها التمن في ربع ساعة بدل نحفظه في نص ساعة نقدر نقول هذه أمر مبتدع حسن، لأنه يوصلنا إلى الأصل العام اللي هو أن حفظ القرآن فيه ثواب عظيم.
لكن البدعة بمعنى موافق للشرعية المخالف لها هذه لا تسمى بأنها حسنة، وإن كان قد وردت على لسان عمر رضي الله عنه، لكن بالمعنى الذي قلناه في حالة تحفيظ القرآن وليس المعنى الثانية. السؤال الأخير قال: هل يجوز أن ألعن من يسب المشايخ؟ لا يجوز لك أن تلعنه، حتى الكافر الفرد لا يجوز لك أن تلعنه، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله، ولعل الله بعد فترة يسلم هذا الكافر فيحصل الاستجابة للدعوة فيطرد من رحمة الله. تلعن الكفار بصفة عامة لأنهم باقون، تلعن النصارى، تلعن اليهود، تلعن المجوس، تلعن عباد البقر كذا لا بأس به، لكن تلعن حتى الشخص الكافر لا، فمن باب أولى إذا كان مسلم عاصي، والواجب أن ترد على حجته بالحجة أو أن تحذر الناس منه. بالإجابة عن هذا السؤال أكون قد وصلت إلى نهاية الحلقة، أرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية، وأعتذر من الإخوة الذين لم أستطيع الإجابة عن أسئلتهم نظرا لضيق الوقت، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به نور.